معنا بشأن هذا الموضوع من باريس كاتب والباحث السياسي السوري السيد أحمد كامل. مرحبا بك. إذا أستاذ أحمد، نظام الأسد يواصل غاراته على أرياف إدلب وحماة، ما دلالات انتهاكات النظام المتكررة للاتفاقات التي تضمنت مناطق لخفض التصعيد؟ أستاذ أحمد كامل تسمعنا؟ لو تعيد السؤال لو سمحت. نعم، ما دلالات استمرار نظام بشار الأسد بخرق اتفاقات مناطق خفض التصعيد بغاراته على أرياف إدلب وحماة؟ هي بالتأكيد رسائل من الروس أو من الإيرانيين، لأن النظام فقط يسيطر على نفسه مطلقا ولا يكرر أي شيء. فإذا هي على الأغلب رسائل من الروس ومن الإيرانيين، خاصة من الروس الذين وقعوا اتفاق إدلب على ما قبلوه وكلهم رغبة بأن يعيدوا النظر به مرة أخرى. نعم، إذا مع استمرار هذه الغارات واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا كالفوسفور الأبيض، أين الضامن لتلك الاتفاقات ومنها سوتشي وأستانا؟ لا يوجد أي ضامن لأي اتفاق حصل في سوريا للأسف الشديد، لأن الأمم المتحدة غائبة، لأن موازين القوى مختلة، ولأن جماعة الدول العربية لا تبالي مطلقا بما يجري في سوريا، وبالتالي الروسي والإيراني يفعلون ما يشاءون بدون لفت ولا تفت. برأيك هل تحمل هذه الغارات المتكررة رسائل معينة سواء من نظام الأسد أو الروس أو حتى الإيرانيين بأن مصير إدلب سيشابه الغوطة ودرعا؟ هذا ما يتمنونه، ولكن هذا لم يحصل، لأنه هناك طرف قوي موجود في اتفاق إدلب وهو الطرف التركي، ولديه أوراق في سوريا وخارج سوريا للضغط على الروسي ومنعه من إلغاء اتفاق إدلب. هناك ورقة المهاجرين، فتح الحدود، هناك الضغط على أوروبا، هناك العديد من الأساليب للضغط على الروسي لمنعه من ذلك. كيف تتوقع رد فعل المعارضة السورية يعني سياسيا وعسكريا تجاه هذا التصعيد؟ الدعوة طبعا لرص الصفوف والتفاهم والتنسيق أكثر مع الجانب التركي، لأن هذا الموضوع يهم الطرفين، يمثل خطرا على سوريا وخطرا على هي، إضافة إلى الاستعداد للأسوأ، لأنه نحن أمام أطراف قتالين، روسيا وإيران، النظام السوري لا عهد لهم ولا ذمة، ويمكن للمرأة أن يتوقع منهم أي شيء، وهم يعني يفاوضون ويرسلون رسائل بقتل مئات المدنيين، فهم عديمو الأخلاق، عديمو الذمة، ويجب علينا أن نستعد لكل الاحتمالات، والمقاتلون في إدلب مستعدون لكل الاحتمالات. طيب، شكرا جزيلا لك من باريس الكاتب والباحث السياسي السوري السيد أحمد كامل.